بعد لجنة استعلام حول ندرة المواد الاستهلاكية، المجلس الشعبي الوطني ينشئ لجنة استعلام جديدة حول تعطل المشاريع الاستثمارية وبيروقراطية الإدارة. هو الخروج في بعثات أخرى استعلامية من أجل الوقوف على حقائق المشاريع الاستثمارية طبقا كما قلت سابقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية. هل هذه المشاريع تم فعلا رفع القيود عنها على عقيل؟ برمجة بعض الولايات راح تجلس الغرب الجزائري، الشرق الجزائري، الجنوب الجزائري والوسط حتى تكون اللجنة على دراية تامة من حيث مدى تنفيذ توصيات السيد رئيس الجمهورية. أجندة مكثفة للجنة الاستعلامية حول تعطل المشاريع الاستثمارية وبيروقراطية الإدارة تبدأها بجولة إلى بعض ولايات الوطن، إذ تقف على بعض المشاريع التي تعاني مشاكل، كما ستنظم جلسات استماع للمستثمرين في ولايات الوطن وأخرى بمقر المجلس الشعبي الوطني. البيروقراطية الإدارة راح تكون هناك لقاءات، والخرجات الميدانية راح تمكننا من الوصول إلى حقائق، وذلك بالوقوف على المشاريع ميدانيا واللقاء المباشر مع المستثمرين أصحاب المنشآت التي لم تنطلق أو التي انطلقت وما زالت عندها عراقيل. ثم انطلاقا من هذه الخرجة الميدانية راح تكون عندنا دراية تامة وواضحة وشفافة على مدى تنفيذ توصيات كما قلت سابقا رئيس الجمهورية. بعد تكليف الرئيس عبد المجيد تبون وسيط الجمهورية بمتابعة مشاكل المستثمرين، نواب المجلس الشعبي الوطني يدخلون على الخط بالبحث والتحري حول المشاكل التي تعطل المشاريع ومحاولة رفع العراقيل على استثمارات قد تعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني.